ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. صينية سمك فعلا تحفة فنية، لوحة فنية. نعم يا غالي، عينيا الاتنين انا اقدر اقول لأ. عايز يبص عليها في الفرن. تفاصيل كتيرة في الصينية دي على فكرة، بداية من ان انا احط السمك فترة ساعتين، ثلاث ساعات، اربع ساعات، كل ما تحطيه في حليب جوز الهند كل ما الانسجة بتاعت السمك تشرب الفليفر والطعم بتاع جوز الهند. ايوه هو ده الكلام بقى. انا عايز اعمل الطعم من المطبخ الهندي. الالياف والانسجه بتاعه السمك لما بتمتص حليب جوز الهند بتاخد طعم كريمي لطيف وجميل، والسمكه بيبقى طعمها حلو، وخاصه سمكه الوقار او قشر بياض. الجزل الفيليه ما بيبقاش لطيف قوي، انما الجزله بتبقى سميكه شويه وملحمه شويه. ادي الفكره كلها. انا هعمل دلوقتي شويه رز بالشبت غير الرز الصيادية، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة، يعني افتكاسة طهوية كده. معايا شوية جمبري، فخلونا ناخد الجمبري ده نطلع كل حاجة حلوة منه. اول حاجة عندي قشر الجمبري ده باخده، بس انا قشر الجمبري مش عايز الايه، مش عايزه في الشوربة دي. اول حاجة المقادير على الشاشة: رز مصري، زيت زيتون، زبدة، شبت، طماطم. رز مصري، طماطم، شبت، زيت زيتون، زبدة. خدت الرز بتاعت الجمبري يا عم الشيف، هتعمل بها ايه؟ احنا مع بعض اهوت، واحدة واحدة. حلوة زي ما انا شغال كده. اوعى تغلطي وتحط الجمبري، خلي بالك. الرز دي تتغسل يا عم الشيف؟ لا، الجمبري يتجاب يتغسل هو سليم، وبعد ما نقطع الرز بالشكل ده كده نخليها معانا. حلو الكلام؟ دي جمبريايه يا هنا. حلو قوي، تمام زي الفل. معايا عود كرفس بحطه هنا. حلو الكلام. معانا بصلايه ناعمه بحطها هنا. معانا فص ثوم ناعم بنحطه هنا. معانا قرن فلفل حار بنحطه هنا، كمان قرن فلفل حار بنحطه هنا، قليل من الشبت بنحطه هنا، مكعبين من الزبدة بنحطهم هنا، وناخد الحلويات دي ونيجي هنا عند الايه، عند الطاسة بتاعتنا. بنحط فيها شوية زيت شديدة الحرارة ونحط كل المكون اللطيف ده. تاني روس الجمبري، اي جمبري عندك بلدي بقى مستورد، مش هو ده الموضوع. حطينا عليه التوم، حطينا عليه فلفل حار، حطينا عليه شويه شبت صغيرين وبصلايه، وهناخدهم كده في قلب الطاسه ونحطهم. حلو الكلام. انا عايز اعمل شويه رز، تسيبي كل حاجه على السفره وتاكل الرز، تسيب الجمبري للضيوف لانه غالي. نعم يا مخرجنا يا جميل، انت مخرج شاطر مبدع، ولكن خليك انت بعيد عن القصه دي. بقول لي هتحط ازاي الرز على قشر الجمبري ولا راس الجمبري؟ في اطفال ممكن تاكل تتاذي. لا يعني لسه ده في حدوته هتحصل هنا، في حكايه هنا، في حكايه هتحصل هنا. شفت كده التحميره دي مطلوبه؟ لازم لغايه لما اشم ريحه الفوسفور والزنك واليود بتاع الجمبري في قلب الطاسة. نار شديدة زي ما انا شغال كده. بنحط البهارات بتاعتنا. الله عليك، بهارات زي ما انت عايزة، ملح، فلفل، كمون. انت عايزة الرز بأني طعم؟ طعم مصري يبقى كمون وكزبرة، طعم غربي خش على الزعتر والبهارات الايه الغربية، شوية روزماري، شوية زعتر، شوية ريحان، وهكذا. السمك واحد ومن نعم ربنا علينا خلق كل حاجة واحد للبشر، ولكن التصنيع والفن الطهوي والإبداع الطهوي هو اللي بيغير من مطبخ لمطبخ ومن إيد لإيد. هنا القشر الجمبري زي الفل، دورته مع البصلة مع التومة مع مكعب الزبدة بالشكل ده كده. بدأت أشم ريحة حلوة، باخد الماء المغلي بسقطه هنا كده.
الله، هو ده. واسيبها على النار تفور بس. الشوربة دي بقى اللي انا هعمل بيها حاجتين، هما يا عم الشيف هاخد منها شوية شوربة الجمبري، واخد منها شوية الرز اللي انا هعمله بالشبت. زي ما انا شغال كده. غلوة على النار، وهي بتغلى على النار فرصة لطيفة بعمل ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي. بجهز الجمبري بتاعنا اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي ونعمله شوربة. ده المطبخ، عندي جمبري اهوت عايز اعمله شوربة. بشيل القشرة دي كده، والجمبري من الحاجات اللطيفة اللي تحتفظ بالديل والعقلة اللي جنب الديل. مخرجنا الجميل الله يوفاك اساتذة المصورين حبايبي، وانا بقشر الجمبري اهو، بقشر القشر بتاعت الجمبرياية وبحتفظ بالديل والعقلة اللي جنب الديل. طب ده ينفع في شوربة الجمبري يا شيف؟ والله ينفع. دايما ديل الجمبري او العقلة الاخيرة من الجمبرياية بتدي شخصية لحباية الجمبري، لو انا شلتها بتحس ان الجمبرياية ضعفت الشخصية. والجمبري ما يتغسلش بعد التقطيع او بعد ما نشيل عرق الرملة منه زي ما انا شغال كده، ده ما يتغسلش خالص. خلاص شلنا عرق الرملة زي ما هو كده، بنشيل القشر ده كده زي ما هو وحضره يعني. وفرصة ان الشوربة بتاعتي بتغلى على النار، لان عايز استفيد بالشوربة دي اعمل رز تاكلي صوابعك وراه وتعد صوابعك قبل ما تاكلي، واعمل شوية شوربة جمبري بالكريمة. انا بعشقها دي، الكريمة اللي بتبقى مع شوربة الجمبري بتبقى حكاية. شفت ازاي؟ نشيل ده كده. مش لازم تجيب الكمية دي على فكرة، يعني ممكن نص كيلو ربع كيلو، خمس وحدات ست وحدات مفيش اي مشكلة. ممكن تحط مشروم مع الجمبري ده لو انت عايزة تزودي شوية، ممكن تحط خضار مع شوربة الجمبري زي ما انت حابة، ولكن شوربة المشروم بالكريمة مش عايزة شريك، عاملة زي الفريك. قشرتهم كده، عارف بالسلة. نعم يا غالي ابن حلال، بيقول لي مش كنت حطيت قشر الجمبري ده مع عروس الجمبري؟ ده كلام كبير قوي. انا القشر بتاع الجمبري ده هعمل بيه تركاية كده هتعجبكم قوي على فكرة. عايزه هطلع منه لوحة فنية اللي هي قشر غير الراس. قشر الجمبري ده هطلع منه لوحة فنية زي ما هو كده مع الشبت ده. حلو الكلام. لازم تعمله من الفسيخ شربات زي ما بيقول المثل. شويه جمبري ممكن نكون سعرهم غالي شويه، بس لازم تطلع منهم ابداع طهوي. حلو الكلام. خلاص كده الجمبري جاهز، خليه على جنب ونخلي دول معانا كده. اللي هيواصل معانا ومش هيحول القناه ولا يقلب القناه هيعرف. نعم والله هو شغال، عايزنا نقول غير كده؟ شغال. هخلينا نغطيها مع بعض زي الفل. حاضر عينيا. لا زي الفل. انا بس عايزها تفور عشان اقدر اخد خير الراس بتاعت الجمبري. هنخليها على النار كده غلوه، ويا ريت تطلعني فاصل تبقى عملت فيا صواب واحلى واجب عملته معايا يا شفيع، عشان اشربك شويه شوربه جمبري زي الفل. ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار عمل الرز بالشبت والطماطم تاكل صوابعك وراه لما يكون عندي شويه جمبري. الجمبري عزيز، مش هنقول سعره غالي، يعني احنا ايه المشكله لما يكون عندنا يوم في الاسبوع يوم في الشهر مناسبه حلوه، جبنا نص كيلو جمبري عملنا عليه حفله، هنطلع منه شوربة ونطلع منه رز ونطلع منه شوربة سيفود، وممكن ناخد قشر الجمبري ده بتركاية كده هنشوف هنعمل فيه ايه. وزي قلت لحضراتكم اللي هيواصل معايا مش هيقلب المحطة ولا هيقلب القناة هيعرف قشر الجمبري ده هنستفيد بيه. حلو قوي. عندي هنا الحمد لله الحلة بتغلى على النار. كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد الخلاط ده او الهاند ميكسر ده واجيبها كده جنبي. الله،
واعمل التركية دي. الله الريحة، قولوا يا بختك يا شيف. تعرفين المخرج بيقول لي ايه وانا شغال؟ بيقول لي انا ما طلعتش الشيف. لا بجد، على في اللحظه دي لازم تطلب انك تشتغل شيف. انت كده معاك جمبري، واخد بالك انت ازاي؟ اه حلو الكلام، بس ساعه ما تحمر بصله وتومه وتقشر بصله تقول لي عمل لي شيف تدعي عليه. ما هي في الحاجات الحلوه خليك على الحلوه والمره. تعالوا نصفيه مع بعض. اه حلو الكلام؟ اه ناخده زي ما هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصفيه. لازم مصفى ناعمة. الله. طبعا الرسالة وصلت. عندك شوية شوربة حكاية، فيهم طعم الكرفس، فيهم طعم البصلة، فيهم طعم التومة، هي نفس الحلة على النار، مش هغيرها ولا اغسلها. وصفي ده كده. الله، واقول لي ده باي باي، خلاص انا خدت اللي انا عايزه منك. لكش عوزه كرفس والبصل والثوم وقشر الجمبري واليود والفوسفور واوميجا 3. زي الفل يا عم الشيف. حلو الكلام. طاس على النار بتاعت الشوربه، ونعمل احلى شويه شوربه واحنا واقفين كده. فص ثوم ناعم، شوربه الجمبري ما تاخدش بصل، هي واخده بصل مع الشوربه، مكعب من الزبدة. الشوربة خلصت اهو. الله، وننزل بالجمبري بتاعنا. اللهم صل على النبي. هو ده، وانا شغال كده. وادي الشوربة كمان خلصت. العب يا سمك. خلصت الشوربة، حطها على نار شديدة. مش بقول لك اضرب الحديد وهو ايه؟ كل الجمبري وهو سخن. غلوه، نحط الكريمه اللباني ونقدمها بألف انا وشفا. ما نحطش لا دقيق ولا نشا علشان نقدر نكمل سفره السمك. وجود الدقيق والنشا في قلب شوربه السي فود بيخليكي تقفلي. شيل كل حاجه ملهاش عوزه. نعم. والله لو صبرت على رزقك هعمل لك اللي انت عايزه. معانا قشر الجمبري والشبت اللي كان معانا من شويه. مخرجنا عايز يعرف ده مصيره فين. تعالي يوم بقى طلبت معاكي تعملي شوربه جمبري او رز صياديه لاولادك، وعندك سمك بلطي، وهتجيبي منين قشر الجمبري؟ تجيبي منين الطعم؟ تجيبي منين التركايه بتاعت المغازي؟ هو ده الكلام. مش بقولك القرش الابيض ينفع في اليوم الحلو؟ بلاش الاسود، هنحط ده كده هنا. الله، زي ما عملتهم كده دلوقتي. وقلب الكبه دي كده. اللهم صل على النبي. يروق الدنيا. ده احطهم بقى كده في طبق صغير او في كيس تخزين بتاع ثلاجه، وأمنا عليهم، وجيبي حارس عليهم في التلاجة. شوية قشر الجمبري دول يقلبوا لي الكيان. صينية سمك بالسمك، صينية سمك بالبطاطس. بتعمليها مثلا، بتعملي مثلا شوربة جمبري. حلو؟ اه. في قلب الخلاط. الله. لو خزنت منه. ها حبيبي يا شفيق. اه والله بيقول لي انت جبت الجمبري ده خدت اللي انت. اه
عايز تشربها اشربها على مسؤوليتي، بس كنت لو قلت لي احط عليها شوربه جمبري واشربها والله بجد لطيفه يعني. اه لو عايز هنحط عليها شوربه جمبري ونشربها عادي. ناخد شويه هنا كده، الله الشوربه خلصت، نحط عليها الكريمه اللباني. يلا يلا كريمه اللباني، شوربة جمبري زي ما قال الكتاب. كتاب مين بيقول الكلام ده؟ نغرفها جاهزة، وادي الجمبري معانا، طعم الكريمة، نغرف الرز جاهز. دايما نقول الكرفس ملك الشوربة، ده كرفس أخضر يتحط وقت التقديم، ونشيل الشوربة بتاعتنا. الله ألف هنا وشفا. شفت الجمبري؟ من غير نشا ولا اي حاجه. ولا دي، خلي بالك. شفت ازاي كريمه اللباني؟ يلا بينا. عينيا زلزال. جيب لي اللحظات الحرجه دي بالله عليك، قلب الصغير لا يتحمل. تعمل ايه بقى؟ دي شقاوة مطبخ اهي كده. شفت دي بقى؟ دي بهدال للمشاهدين. حلقتنا النهاردة خليها سمك النهاردة، بس لما نقول خليها سمك النهاردة لازم يكون بفكر وإبداع الشيف الموازن. عملنا شوربة جمبري بالكريمة، دلعناها، خدنا قشر الجمبري عملنا منه من الفسيخ شربات، عملنا سمكة مشوية بحليب جوز الهند بطريقة مغازية ولكن الطعم هندي بخفة دم مصرية، وخليها سمك النهاردة يعني رؤية وفن وإبداع. يوم من الأسبوع، يوم من السنة، يوم من الشهر، سميه زي ما تسميه، لازم يكون عندك يوم كده لطيف وجميل تدلعي الأولاد وتدلعي العيلة وحماتك. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماسيرو. We'll be right back.